اش دار ليها؟ شوفوا دابا الناس كنت معاه شحال هادي تفارقت معاه بقى كيهددني غنخسرك ولكن ما كنتش عارفه بان غادي يخسرني ديال بصح. حتى النهار السبت بالليل مع ديك التصعيد كنت خارجه و تلقى ليا صافي بقيت كنطلب فيه بعد مني بعد مني و تنقط راسي مغيبه كل دمعية تنضرب نهار السبت في الليل مع ديك التصعيد دابا قدمتي شكاية لسيد وكيل المالي مشيت صور جديد كل دمعية مدارو معايا والو صور جديد ما خرجوا معايا ما حتى شي حاجه كل دمايا قال لي سيري تتخيطي وجي عندنا وجيبي السيرتيفيكا عاد جي ما تجيش انا ما جبتش السيرتيفيكا اييه وديت عليهم وما خرجوا معايا ما داروا معايا والو دابا عطيتي الشكي لوكيل المالي يلا دفعت اليوم اليوم اش كطالبي دابا نطالب حقي وجهي مشى ليا وخدمتها وخدمتي المراه ما خدامهاش والدراري بنتي هي اللي هزانا وكانت مع هاد السيد هذا تفرقات معاه ضربها تعدى عليها خسر ليها وجهها وباغي يخسرنا حتى انايا وهاد السيد خصكم ديروا معاه القانون الله يرحم الوالدين مشينا درنا ورقه ديال الطبيب درنا السيرتيفيكا مشينا للسور جديد باقي ما داروا معنا حتى شي حاجه ما خرجوش ليه باقي ما مشاوش عنده كاع وصيبنا شكاية غادي ندفعها إن شاء الله للوكيل المالك اليوم أنا بغيت نطالب بالحق ديالي من هاد السيد هذا ديك ضارب شي جوج ضحايا ضارب واحد بطاجين وعاود ضارب واحد بجنوية وخرج كيعطي الفلوس وكيخرج وقال لي طلع فين ما بغيتي أنا غنعطي الفلوس ونقتلك حتى وما يتشدش ما عرفنا هاد السيد شكون هو مزيغاه مو بالفلوس فين ما كيتشد كتعطي مول الفلوس باش كطلب دابا كنطالب بحق بنتي حقها اللي دارها القانون اللي دارها المخزن نتوما المخزن هو باها المخزن هو ما وعاش الملك وانا بغيت سيدنا يوقف معنا في هذه القضيه ديال بنتي كنطلب من جلاله الملك محمد السادس ياخذ لي حق بنتي وحقي والاداره ديال الامن الوطني الله يرحم ليك دابا بنتك ضاعت في الخدمه ديالها ضاعت في الخدمه ديالها وضاعت في وجهها وحقرها هادي واش حنا في غابه حنا في بلاد ديزان ديال الله يرحم الوالدين وشكرا وشكرا وسمحوا لينا اسمي ميلودا المؤمن انا بنتي هادي هاد الدري تعدى لي على بنتي وبنتي هي اللي خدامه علينا وانا كنطلب دابا كنطلب حق بنتي وحق وجه بنتي يرجع ليها الحموشي ونطلب الناس ونطلب المحسنين يرجعوا لي وجه بنتي هادشي اللي كنطلب انايا وبنتي هي اللي خدامه عليا وبنتي هلك في وجهها هادشي اللي كنطلب الناس وكنطلب السيد الحموشي يشوف معايا يشوف لي وجه بنتي درتو شكايه للسيد الوكيل الملك دفعناها يلا دفعناها اليوم دفعتها اليوم دفعتها اليوم مشات بنتي ومشات للكوميساريه وما داروا معنا حتى شي حاجه الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي